ثم قال لمن عنده: ادعوا لي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت: والله لا آتيك، والله لا آتي. قال: والله لتأتينني أو لأسحبنك بقرونك. فقالت: والله لا آتي حتى تبعث من يسحبني بقرون. فغضب، فقام يتوذف يعني على كبر وخيلاء، وقال: أعطوني سبتي يعني نعلي، وهي النعال التي لا شعر فيها. فخرج فمضى إليها وقال: أما رأيت ما فعلت بعدو الله؟ يقصد ابنها. قالت: نعم، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار، أما المبير فلا أخالك إلا هو، يعني لا أظنك إلا هو. ثم رجع من حيث أتى.